السلام عليكم. اليوم رانا في بالقرب من ميناء الجزائر، وحبينا نديروا تقرير على الاشغال نتاع الشروفات الجزائر، ما يسمى بشروفات الجزائر، وهو المشروع تاع التهيئه نتاع جزء من ميناء تاع الصيد نتاع الجزائر العاصمه لتحويله الى منطقه للتنزه، ميناء للتنزه. وهنا رانا في منطقه التي تم تهديمها، واللي هي تعتبر ضعف نتاع المنطقه اللي تم التهيئه نتاعها مؤخرا، واللي راهي جايه من جهه هنا من جهه يعني من الامام لهنا. اذا نروح نشوف هل من جديد بالنسبه للاشغال تاع التهيئه كما قلنا تاع هذا الميناء تاع النزهه لتحويل ميناء الصيد الى ميناء النزهه، وكذلك لربط واعاده ربط مدينه الجزائر في البحر، يعني ريكونسيلياسيون انت لا سيتي اي لا مار، اللي كان يعني الجزائر العاصمه اللي عندها فوكاسيون ماريتيم، يا طابع هو طابع بحري. وهنا رانا في المنطقة التي تم تهديمها، واللي هي تعتبر ضعف نتاع المنطقة اللي تم التهيئة نتاعها مؤخرا، واللي راهي جاية من جهة هنا من جهة يعني من الأمام لهنا. إذا نروح نشوف هل من جديد بالنسبة للأشغال تاع التهيئة كما قلنا تاع هذا الميناء تاع النزهة لتحويل ميناء الصيد الى ميناء النزهه، وكذلك لربط واعاده ربط مدينه الجزائر في البحر، يعني ريكونسيلياسيون انت لا سيتي اي لا مار، اللي كان يعني الجزائر العاصمه اللي عندها اون فوكاسيون ماريتيم، هي طابع هو طابع بحري، تقع على الشاطئ على ساحل المتوسط، وعندها عدة منشآت متصلة بالبحر. إذا هذا هو الإطار العام تاع العملية تاع التهيئة تاع إذا ميناء الصيد، وبناء هذه العلاقة واسترجاع هذه العلاقة التاريخية بين مدينة الجزائر العاصمة و ميناء والبحر. وهنا نلاحظ انه فيه عمليه تاع التهيئه والترميم تاع الواجهه البحريه تاع البنايات على مستوى الواجهه البحريه نتاع المدينه، فيه عمليه نتاع تجديد الواجهه البحريه. اذا وهنا نروح نشوف
الجزء الذي تم تهيئته، وكذلك بعض الأجزاء الأخرى التي تم تهديمها، والآن فيه المشروع سوف ينطلق بعد ما تم تهديم كل هذه البنايات. إذن وهنا نلاحظ أنه في هذا الممر اللي كان موجود من قبل وتم الحفاظ عليه. إذن هذا هو هنا، لاحظ الجزء المهيأ اللي تم تهديمه، مساحة شاسعة واللي سوف تنطلق الأشغال متاع يعني التهيئة الجديدة، الأشغال اللي تدخل في إطار المشروع تاع شروفات، ما يسمى بشروفات الجزائر. وهنا نشوف الآن نروحوا للمنطقة اللي شفناها على كل حال من قبل ودرنا فيها درنا فيها فيديو. وهنا نشوف نلاحظ بدأت عملية الخردة، عملية الخردة هذو اللي نيليس، هذو ناس ما عندهم حتى احترام لا للمجتمع ولا للطبيعة ولا أي شيء، والمسؤولين ما كان ولا مسؤول يطبق الصرامة تاع القوانين. شوف يعني الشباك والسلك والحديد، يعني كما قال الآخر عاد تحليمة لعادتها القديمة، ولا كما نقولوا حنا يا عاد على أي حال. إذن هذه هي حالة التهيئة على مستوى إذن خلاصة القول أنه بالنسبة للمشروع هذا تم يعني تقدمت الأشغال في قضية تهديم البناية القديمة، وبقات العملية نتاع البناء نتاع التهيئة نتاع الفضاءات الجديدة مازال ما انطلقتش. أترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم.